ربما هي قنبلة الموسم لأسباب عديدة، أولها كون الفنان محمد رمضان متزوج من السيدة نسرين عبد الفتاح والدة طفليه علي وكنز، وهي الزوجة الثانية له بعد طلاقه من زوجته الأولى التي أنجبت منه ابنته الكبرى حنين. السبب الثاني هو أن حل شيحاه انفصلت مؤخرا عن زوجها الكندي يوسف هاريتسون بعد زواج دام نحو 17 عاما. صرحت أن ذلك أنها تريد التركيز على حياتها الفنية بعد خلعها الحجاب وعودتها للاستقرار في مصر بعد سنوات من العيش في كندا. السبب الأهم لكون الأمر يبدو غريبا هو أن حالة تكبر محمد رمضان بنحو 9 سنوات، حيث يبلغ عمرها 40 عاما بينما عمر رمضان هو 31 عاما فقط. انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأنباء تفيد بزواج محمد رمضان من حالة شيحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأن الثنائي بصدد الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة. رمضان وحالة كان قد تقاسما مؤخرا بطولة مسلسل زلزال والذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم، وكان الثنائي قد كرم من مهرجان بيالف في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضي عن دورهما في العمل ذاته. وتدين حالة بالفضل لرمضان في عودتها القوية في الساحة الفنية بعد غياب دام 13 عاما منذ قدمت دور أميرة في فيلم كامل الأوصاف مع الفنان الراحل عامر منيب. مؤخرا تم تسريب أنباء تفيد بشراء حالة سيارة جديدة بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني، هو مبلغ كبير نسبيا في مصر، ما أشعرها بالغضب وتسبب في دخولها في مشادة مع أكثر من متابع لها على إنستغرام والذين انتقدوا تصرفاتها الأخيرة بدءا من قرار عودتها إلى الفن وخلعها الحجاب، ما دفع إلى إغلاق خاصية التعليقات على صورها الخاصة على إنستغرام. ومن المعروف عن حلا هوس بالسيارات الفارهة والغريبة، حيث نشرت قبل عدة أشهر صورا عبر إنستغرام من دبي وهي تجلس داخل إحدى السيارات الفارهة وعلقت عليها قائلة بالسيارات الغريبة. ألفت أن محمد رمضان أيضا يعرف عنه هوسه الشديد بالسيارات الفارهة والذي وصل إلى حد اقتنائه إحدى السيارات التي تجاوز سعرها مبلغ 70 مليون جنيه استرليني، وهو ما جعل البعض يخمن أن سيارة حالة شيحة الجديدة ربما كانت هدية من رمضان. هل كانت أنباء زواجهما المنتشرة صحيحة؟ وحتى اللحظة لم يخرج عن رمضان أو حالة أو تعليق رسمي عن تلك الأنباء المنتشرة حول زواجهما، خاصة أن محمد رمضان موجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على تكريم من إحدى المجلات العالمية، ونشر صورة على حسابه الشخصي على إنستغرام جمعته مع والدة النجمة العالمي رامي مالك والنجمة التونسية درة، وكتب معلقا مصري وأفتخر، حيث أقامت السفيرة لمياء مخيمر سفيرة مصر في أمريكا عشاء في منزلها، حضروا عدد كبير من الشخصيات العامة.